ازيك يا نور؟ ايه الزياره الحلوه دي؟ اصل انا كنت في باريس وقلت لازم اجيب لحضرتك هديه من هناك، وسبيشال ان انا عارف ان حضرتك بتحبي الالماس. يا خبر، ده حلو قوي، بس باين عليه غالي. ليه كلفت نفسك؟ مفيش حاجه تغلى عليكي. وحشيتك يا نور قوي. لسه بتحبها؟ بحبها وهفضل احبها وما حبيتش حد غيرها، بس بصراحه انا لسه عندي امل. والامل موجود. هو في مشاكل؟ فيروز كل يوم بتتخانق وبتندم على اللي هي عملته. هي ما بتتكلمش وما بتقولش، بس انا حاسه بكل حاجه. يعني حضرتك حاسه انهم ممكن يسيبوا بعض او حاجه؟ الله اعلم يا نور، بس اللي انا شايفاه ان الجوازه دي مش هتعمر. لو ما سبتوش النهارده هتسيبه بكره، لو ما سبتوش بكره هتسيبه بعد شهر. المهم انها هتسيبه في الاخر.